أنا واحد من عشاق الشاعر علي جرمون، يمكن لأن صوته بيفكرني دايماً بقريتي وناسها، وبيحسسني إن السيرة الهلالية دارت على مصاطبها وبيوتها الطين، ويمكن لأنه كان جريء جداً وهو بيعدل الأحداث، وهو بيألف قصص وبيعمل شخصيات مش موجودة في السيرة الأم. جرمون كان مبدع فطري، تجربته المختلفة اللي خرجت من حي فقير في نجع حمادي قادرة إنها تحفظ اسمه لسنين.